علي السدراوي عضو المكتب التنفيذي لائتلاف اوفياء للديمقراطيه ونجاه الانتخابات. شريك كيف تحكي لنا على اهم يعني ما رصدتموه خلال التقرير يعني هذا اللي حكينا فيه تو. التقييم العام الذي اصدرناه حول انتخابات 17 ديسمبر 2022 هي قلنا نحن كنا ان اغلب التوقعات كانت تشير الى ان الانتخابات ستكون ضعيفه. ولاحظنا ان هذا قد وقع ولاحظنا ان هذه الانتخابات ربما مثلت الانتخابات الاكثر الاضعف منذ 2011 وهذا ضعف تمثل على مستويات عديده. اولا على مستوى مشاركه المترشحين حيث سجلنا معدل ترشح 7 مترشحين على كل مقعد في 2022 مقابل 72 مترشح على كل مقعد في 2019 حيث سجلنا في 2019 15,737 مترشح مقابل 1055 في 2022. هذا المستوى الأول. المستوى الثاني على مستوى المشاركة الشعبية ومشاركة الناخبين حيث سجلنا النسبة المعروفة وهي 11.22% وهي النسبة الأضعف منذ 2011. كذلك سجلنا ضعف المشاركة على مستوى وسائل الإعلام حيث عزفت العديد من وسائل الإعلام عن المشاركة في التغطية وذلك خوفا من الوقوع تحت طائلة المشهور 54 والعقوبات التي ضمنها هذا المرسوم. كذلك لاحظنا ضعف على مستوى التعبئة السياسية وحضور الأحزاب والفاعلين السياسيين في هذه الانتخابات وهذا كان منتظرا. وكذلك نشير في النهاية إلى كذلك الضعف على مستوى الحضور والتفاعل على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كل هذه العناصر تجتمع أعتقد أنها كانت نتيجة 3 عوامل أساسية. أولا هناك البعد السياسي حيث جرت الانتخابات في ظل صراع كبير وفي ظل معناتها تباين كبير بين المواقف أن هناك صراع مجتمعي كبير بين ما مؤيد ومعارض لمسار 25 جويلية وما تلاها من إجراءات كحل البرلمان والمرسوم 117 إلى آخره. كذلك احتدام صراع بين السلطة والمعارضة وارتفاع الأصوات المناتية بمقاطعة الانتخابات. هذه ألقت بظلالها على الانتخابات وأثرت تأثيرا كبيرا على مستوى المشاركة. كذلك لا يمكن أن نغفل دور التقارير الدولية خاصة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان ولجنة البندقية حول المسار الانتخابي. إذن الانتخابات جرت في جو سياسي مشحون وهذا أثر سلبا. الجانب الثاني أن هذه الانتخابات جرت في ظل منظومة انتخابية جديدة. منظومة انتخابية بدأت بتغيير تركيبة الهيئة التي أصبحت معينة من الرئيس بدلا من انتخابها من البرلمان، ثم كذلك صدور القانون الانتخابي الجديد الذي احتوى على العديد من النقائص والهينات خاصة إلغاء التناصف، كذلك إلغاء التمويل العمومي، مسألة تقسيم الدوائر، كذلك عدم تكافؤ الفرص بين المترشحين، وكذلك أخيرا مسألة سحب الوكالة. هذه العناصر أعتقد إضافة إلى عنصر كم هو صراع القائم بين الهيكة والليزي واستحواذ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على صلاحيات الليزي وسحبها منها تماما، الصراع القائم داخل الهيئة نفسها والتي وصلت إلى حد اللجوء إلى المحاكم. أعتقد أن كل هذه العناصر المجتمعة أثرت كذلك على مستوى حضور الداخلين. العنصر الثالث والأخير نعتبره مهم جدا وهو العنصر الاجتماعي السياسي. في ظل تفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن التونسي ووسط ربما عدم تحقيق المطالب والتي رفعت منذ 25 جويلية جعلت هذا المواطن يعزف ولا يتشجع عن المشاركة. إذن اجتماع العنصر السياسي العنصر الاقتصادي والعنصر القانوني أثر سلبا على الحضور وكانت هذه النتائج نعتقد كارثية. وأعتقد أن هذه النتائج ربما تستمر في الدور الثاني باعتبار أن من ناحية نقص الدوائر التي ستشارك ثم كذلك المشكل أنه نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج. يعطيك الصحة. شكرا.